بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله موضوع النهاردة بعنوان Pool Size and Flux. أنا اسمي محمود لطفي، مهندس أول تصميمات وعود في أحد الشركات المتخصصة في تصميم وتنفيذ محطات معالجة المياه والصرف. موضوعات النهاردة مش كتيرة، ولكن الهدف الرئيسي منها توضيح بعض المفاهيم لبعض الخصائص وبعض البرمجات الموجودة بشكل شائع بنستخدمها في حاجات كتير في تصميم ممكن الفلاتر الموشحات أو وحدات التوشيح الفائق الألتا فلتريشن أو حتى التحلية. فمهم جدا إن نبقى في توضيح بس إزاي المفاهيم دي بتكون مؤثرة في عملية المعالجة أو عملية الفصل اللي بنتكلم فيه. الموضوعات يعني باختصار زي كل مرة في دايما متطلبات رئيسية لأي حد هيشوف الفيديو. بعد كده نتكلم عن الفلتريشن سبيكتروم، مخطط ترشيح. بعد كده نتكلم عن البول سايز، الفلكس. بعد كده في انولوجي او لا مشابهة، بنعمل تشابه كده ما بين نوعين من انواع المنظومات عشان يبان معنى المنظومة اللي بنتكلم عنها. وفي الاخر هيبقى في توضيح كده لمعنى الفلكس وازاي بيكون مؤثر في عملية المعالجة وعملية التشغيل. اول حاجة المتطلبات الرئيسية لأي حد يشوف الفيديو ده. الفيديو ده مش محتاج حد يكون عنده معلومات مبدئية، لان هو مفيش فيه اي معلومات يعني متخصصة زيادة، يعني ممكن اي حد يشوفه. نبدأ الموضوع بالفلتريشن سبيكتروم. الحقيقة زي ما بقول دايما، اي حاجة سواء كتاب او موقع او حتى محاضرة او اي حد هيتكلم عن اي عملية من عمليات الفلتريشن لازم بيبدأ بالفلتريشن سبيكتروم، لانه هو مهم جدا في ان هو جامع انواع الترشيح في شكل جرافيكال زي ما احنا شايفين كده، بيبقى موضح كل نوع من انواع الترشيح زي ما هو واضح هنا تحت. مثلا الفاين بارتيكل فلتريشن او زي ما بتسمى تراديشنال او كونفنشنال فلتريشن، بعد كده المايكرو فلتريشن، التا فلتريشن، نانو فلتريشن، والريفرس اسموسيس. وكل نوع محطوط عنده البول سايز بتاعه. البول سايز يعني الحجم الفصل او البارتيكلز اللي هيتم فصلها في كل نوع من انواع الترشيح اللي موجود هنا على السبيكتروم ده، ليها رينج معين من البول سايز، ومن خلاله اللي هو بيترجم ل فصل فيزيائي. فصل فيزيائي بمعنى ان انا مكون عامل فتحة معينة مش هعدي منها الا حجم معين، بالتالي لو الحجم اللي هيبقى داخل الفتحة دي اكبر من حجم الفتحة مش هيعدي. وهو ده المبدأ العام اللي موجود هنا، ما عدا الريفرس اسموسيس بيبقى الموضوع مختلف جزئيا شوية في النوع ده من الفصل. ولكن هنلاقي مثلا في الفاين بارتيكل فلتريشن هنلاقي ان هو يشيل جزء كبير من الطحالب، جزء بسيط من الكولايدرز، في اخر الرينج ممكن يشيل جزء من البكتيريا، ولكن لا يصنف الفاين بارتيكل فلتريشن ان هو بيشيل بكتيريا، لان هو غالبا ما بنقدرش ان هو نوصل بالفاين بارتيكل فلتريشن للرينج ده من الترشيح اللي هو اقل من 10 مايكرون. ده بيكون يعني صعب. طبعا يعني العشرة مايكرون او حتى في بالنسبه للفاين الفايف مايكرون اللي هو دايما متعارف عليه كاسم شائع للكارتج فلتر او زي ما بتسمى اللي هو فايف مايكرون فلتر، بيشيل
جزء كبير من الكولايدلز، ممكن يشيل جزء من الطحالب، ولكن فكرة برضه احنا هنتكلم ان هو بيشيل بكتيريا يكون على تحفظ شديد، يعني لا ما بيتوصفش بكده. يعني بعد الفاين بارتيكل فلتريشن بيبقى عندنا المايكرو فلتريشن، وده بيشيل يعني تقريبا رينج واسع جدا من الكولايدرز، المواد الغوائية او المواد اللي بتبقى البارتيكل سايز بتاعها اقل من المواد القابلة للتوصيف، فتفضل معلقة ما بنقدرش ان احنا نفصلها الا لما يبقى فيها عمليات زيادة زي الكواجلانت، اضافة كواجلانت عشان اقدر اوصفها، او ان انا اقدر افصلها في عملية من عمليات الفلتريشن اللي هي موجودة معانا هنا على السبيكترم ده. هنلاقي ان المايكرو فلتريشن بيشيل جزء كبير من البكتيريا، بيشيل في الرينج التجاري للمايكرو فلتريشن اللي احنا ممكن نتكلم عليه اللي هو هنا من 1 مايكرون لحد 1/10 مايكرون جزء من الفيروسات، ولكن برضه بيبقى كتوصيف للمايكرو فلتريشن ما بيتقالش ان هو بيشيل فيروسات، لان هو مش كل الرينج من الفيروسات ان هو بيقدر يتعامل معاه، وبالتالي ما نقدرش نتعامل معاه ان هو بيعمل فصل للفيروسات. ولكن الالترا فلتريشن يمكن اكتر حاجه بايعه في اسم الالترا فلتريشن ان هو بيشيل فيروسات، وده من هنا من السبيكتروم بيبان الرينج اللي هو تقريبا من 1/10 إلى 1/100 ما يكون بالنسبة للألدر فلتريشن. هنلاقي ان احنا بنشيل كل الفيروسات في عند رينج اللي هو 1/100، وتقريبا ده الاسم التجاري او البو سايز التجاري لبعض المصنعين الألدر فلتريشن. بعد كده في النانو فلتريشن هيبتدي ان احنا بنشيل بقى ايه املاح ثنائيه واملاح احاديه في الريفرس اسموس. احنا بالنسبه لنا يعني هنا عايزين نترجم فكره الفلتريشن بغض النظر عن مسمى انا هشيل ايه. يعني لو انا الهدف ان انا اشيل كولويدرز دي السايز بتاعها قد ايه، فلو انا السايز بتاعها يقع في رينج الفاين بارتيكل يبقى كافي جدا ان انا استخدم مالتي ميديا فلتريشن او استخدم انواع الترشيح التقليديه العاديه. لو انا داخل في رينج ادق شويه هبقى انا محتاج اعمل مايكرو فلتريشن. لو رينج ادق وعايز كمان اشيل فيروسات وبكتيريا بالكامل فهبقى داخل في في رينج الالترا فلتريشن. بس هو الفكره ان هو انا محتاج افصل ايه، وبالتالي هشوف البو سايز بتاعه قد ايه، وبالتالي اشوف ايه نوع الترشيح اللي هيكون مناسب في هذه العمليه. لو جينا ترجمنا خلاصه الكلام اللي اتقال من شويه هنلاقي ان احنا كل ما البو سايز يقل انا بحصل على كواليتي اعلى. طبيعي ان كل ما افصل اجسام ادق وادق فانا دلوقتي بشيل حجم ملوثات اعلى، وبالتالي بحصل على اعلى كواليتي ممكن. ولكن عشان احقق ده انا كل ما ضيق البو سايز احتاج لضغط زياده علشان اقدر اتغلب على البو سايز الضيقه دي ان انا اعدي من خلالها. ده بيكون بارير وبالتالي محتاج بريشر عالي عشان اقدر اعدي من البو سايز دي. وصولا طبعا يعني احنا بنتكلم في لحد الالترا فلتريشن احنا بنتكلم في ضغوط، يعني بنتكلم في 1 بار و2 بار، بتبقى ضغوط لا ترانس ممبرين بريشر، تكون ضغوط مش عاليه لحد ما بنوصل بقى للريفرس اسموسيس بيكون الضغوط عاليه كترانس ممبرين بريشر. الضغط طبعا اللي احنا بنسمع عنه في اللو او بقى 70 بار و65 بار، الكلام ده كله بيكون مجموع ضغوط كتيره. عشان كده في الاول قلت ان الريفرس اسموسيس مختلف جزئيا عن انواع الفلتريشن التانيه، لان الضغط اللي بيبقى مسلط على الاو او ممبرين ما بيكونش بس
عشان اعدي من البول سايز الضيقه جدا بتاعه ال ال او او من بين، ولكن بيكون في اللي هو ضغط الاسموزي كمان زاد طبعا مفقد الاحتكاك وخلافه، فبيكون عندنا ضغط اسموسي وترانس ممبرين بريشر ومفاقيد نتيجة الاحتكاك والمفاقيد الهيدروليكية الأخرى. ده بيكون الأو أو، ولكن في الأنواع التانية بيكون هو ترانس ممبرين بريشر وبعض برضه بعض المفاقيد الأخرى. لو جينا نتكلم عن الفلكس، الفلكس في تعريفه كعلاقات أو كوحدات هنلاقي إن إحنا عندنا نوعين. النوع الأول هو الفوليوم فلكس، والفوليوم فلكس سرعة في الآخر، يعني عندي فوليوم ريت يعني متر مكعب ثانية متر مكعب ساعة على أريا. هنلاقي إن في الآخر الوحدة اللي هي بتبقى متعارف عليها في الأكواد أو في الستاندرد المعروفة اللي هي متر مكعب في الساعة لكل متر مربع، اللي هي انا شخصيا انا بفضل دايما اتعامل بوحدة متر ساعة او متر يوم، لان انا بالنسبة لي ده الانديكيشن بتاعي ان انا بتعامل مع سرعة. ودي يعني لما بنتعامل مع الفلكس كسرعة او بنتعامل مع معدل التحميل مثلا كسرعة، ده بيغير كتير قوي السنس بتاع التعامل مع الوحدة اللي احنا بنصممها او بنفكر ازاي نصممها. النوع الثاني من فلوكس هو الماس فلوكس، والماس فلوكس بدل ما يبقى عندي فوليوم ريت عندي ماس ريت، معدل سريان كتلة. فده بيكون الماس ريت على الاريا اللي هو كيلو جرام بالار على متر مربع. وده لو جينا بصينا لما نيجي نتكلم مثلا في حاجة زي خزانات الترسيب النهائية مثلا في المعالجة البيولوجية مثلا، هنلاقي ان احنا الماس فلوكس ده هو الفوليوم فلوكس في الكونسنتريشن بتاع المواد الصلبة اللي موجودة. فهنلاقي برضو ان هو متر ساعة اللي هو الفوليوم فلوكس في كيلو جرام على المتر مكعب اللي هو وحدة الكونسنتريشن، في الاخر بيديني برضو كيلو جرام بالأور على المتر المربع. فده تعريف الماس فلوكس. كل ده تعريفات نظرية لسه ما وضحناش ايه تأثيرها، ولكن احنا بنوضح وحداتها عشان لما نيجي نتعامل معاها في السلايدز اللي جاية ان شاء الله. تأثير الفلوكس ايه؟ الفكرة ان احنا مثلا في وحدات الترشيح او في سواء الترشيح التقليدي او المالتي ميديا فلتريشن او الماكرو فلتريشن او الالتا فلتريشن او الار او، بنتعامل دايما مع الفلكس. الفلكس في صوته يا اما متر ساعة او متر مكعب في الساعة لمتر مربع، او في صوت ال ام اتش لتر في الساعة لمتر مربع. بيبقى عندنا جايد لاينز، الجايد لاينز دي بتقول انا مثلا عندي في الالتا فلتريشن استخدم فلوكس للسيرفس ووتر 60 ال ام اتش، او والله لو ميه صرف صحي معالج استخدم 40 ل 50 ال ام اتش، او لو ميه الى حد ما جودتها كويسه ومحتاج تبقى كبولشنج استخدم ممكن تستخدم 80 او 90. في الار او لو انا عندي مثلا براكش ووتر، هنلاقي مثلا الجداول الجايد لاينز بتقول ممكن لحد 30 ال ام اتش، والسي ووتر لحد 18. في الفلتريشن الكونفنشنال هنلاقي الوحدات بنتكلم لحد مثلا 20 متر في الساعة. كل الارقام دي بتبقى بنجيت محطوطة، ولكن معناها ايه؟ يعني ايه اللي يخليني هنا استخدم القيمة دي وفي الـ في الـ في الـ في النوع التاني استخدم القيمة التانية؟ الفكرة كلها مبدأ
ان كل ما تكون التلوث اعلى محتاج العمليه تكون ابطا، وده مبدا عام ومعروف. انا لما يكون عندي تلوث عالي مثلا في المعالجه البيولوجيه بيكبر لي حجم خزان التهويه، لان محتاج وقت اكبر عشان اعمل عمليه المعالجه. وهنا برضو بالنسبه لعمليه الترشيح، انا لما يكون عندي حمل عالي محتاج مساحه اكبر عشان اقدر اعمل فصل احسن لهذه الملوثات عند فلوكس معقول. فبالنسبه مثلا للالتا فلتريشن، لما احنا كنت بتكلم لو انا عندنا سيرفيس ووتر ميه سطحيه وبنلاقي ان الفلوكس بتاعها بيكون في حدود 60 mmHg، ولكن لما يكون عندي ميه مثلا ميه صرف صحي معالج وعايز اعمل لها معالجه ثلاثيه باستخدام الالتا فلتريشن، بنلاقي ان الفلوكس في حدود من 40 لـ50. ده معناه ان انا قللت الفلوكس، انا عندي تلوث اعلى، بالتالي محتاج مساحه اكبر عشان اعمل الفصل لهذه الملوثات. وبرضه لو انا الحمل اقل مش محتاج ان انا ابطئ العمليه، لا محتاج ان انا اسرعها عشان ما عنديش حمل كبير. بالمشابهه كده عشان نبتدي نفهم الفلوكس لما بيزيد ايه اللي بيحصل، فمثلا في البار سكرينز، هنلاقي ده مثلا بار سكرين وده بارتكل محجوز على سطح البار سكرين. كذا موجة منهم الموجة اللي مذكور هنا ذكر ان السرعة ما بين بارات السكرين لابد انها تكون اقل من او تساوي 9 متر في الثانية. ليه 9 متر في الثانية؟ علشان ما يحصلش اجبار للبارتكل دي انها تعدي ما بين بارات السكرين. يعني لو حصل والبارتكل دي نتيجة حجمها ان هو اكبر من البار سبيسينج اللي هو هنا ممكن نعبر عنه مجازا ان هو ده زي البو سايز يعني، فهو اتحجز على سطح البو سايز دي او البار سبيسينج دي، وبالتالي خلاص مش هيعدي. ولكن لما انا افورس ان هو هيعدي نتيجة السرعة العالية دي، بقى في مومنتوم بيجبره ان هو يعدي، ممكن ان هو يبتدي يدخل ما بين البارات ويسدها بسرعة. وهو ده اول مبدأ او اول فكرة عايزين تبقى موجودة عندنا، هي فكرة ان انا لما بسرع وعندي حمل كبير انا بزود او بسرع زمن الانسداد بتاع وسيلة الفصل اللي انا بتعامل معاه. تمام، دي اول فكرة. خلينا دي لابد من استيعابها دلوقتي، واللي ما استوعبهاش ياريت يشغل الجزء ده مرة تانية علشان ده هيكون معتمد عليه الأجزاء اللي جاية في الفيديو. نبتدي نوضح معنى الفلوكس بناء على اللي قلناه من شوية. احنا عندنا ده فلتر، الفلتر ده الفلول داخله كيو، والمساحة السطحية او مساحة الترشيح هي A، وبالتالي الفلوكس اللي هيكون شغال عنده الفلتر هو الكيو على الـ A، الفلو على الاريا هيطلع لنا الفلوكس. الفكرة ان الفلتر ده ايا كان تصميمه وايا كان الفلوكس اللي هو متصمم عليه، المفروض ان هو هيكون في رينج. ولكن لو هو مش في رينج، يعني مثلا لو الرينج مثلا بتاعي، مثلا لو انا بصمم محط تيرشري تريتمنت لمحطة معالجة صرف صحي،
وليكن الفلتريشن يطلع صم عليه مثلا 8 او 10. لو انا خليت الفلتر ده شغال عند فلتريشن ريت اعلى وليكن 16، هل الفلتر لو انا دخلت عليه كيو عاليه بحيث ان هي تديني فلوكس اعلى هيقول لي لا؟ مش هيقول لي كده، مش هيقول لي لا انا مش هدخل الميه نتيجه ان انت انا مصمم على الفلوكس ده ومش هيشتغل. لا هو هيشتغل، ولكن ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان لما ازود الفلوكس واسرع من البروسس نفسها هيحصل انسداد سريع لطبقات الميديا اللي موجوده في الفلتر. او بالنسبه لو انا بتكلم عن الالتا فلتريشن مثلا او مايكرو فلتريشن، فانا بعمل انسداد سريع للبور سايز اللي بتبقى موجوده في سطح الفايبرز بتاعه الالتا فلتريشن او المايكرو فلتريشن. فبالتالي انا بزود فترات التوقف اللي بعمل عندها الباكوش. يعني انا عندي الفلتر مثلا بتصمم عند فلتريشن ريت معقول زي ما هنوضح في السلايدز اللي جايه، هلاقي ان انا ممكن اغسل الفلتر مره او مرتين في اليوم. طب لو انا عليت الفلتريشن ريت الفلتر برضه هيشتغل، ولكن هيتسد بسرعه. هيتسد بسرعه، انا عارف ان يتسد بسرعه من زي ما بنتكلم الترانس ممبرين بريشر. يعني كل فلتر او كل الترا فلتريشن او مايكرو فلتريشن بيكون عندنا، سواء لو هو مانيوال بيكون عندنا عددين ضغط، عداد على الدخول وعداد على الخروج، وبالتالي بشوف الفرق ما بين ضغط الدخول والخروج هو ده الترانس ممبرين بريشر. وبالتالي لما بيزيد عن حد معين بيبقى طبعا طبقا للمصنع او المشغل ايا كان، ببتدي لو هو مانيوال بدخل الفلتر او الوحده بتاعتي مود الباكوش. وبالنسبه للوحدات اللي هي لابد انها تكون اوتوماتيك، او حتى لو انا عندي ترشيح موشح يعني معمول اوتوماتيك، فبيكون راكب عليه بريشر ترانسميتر، ديفرنشال بريشر ترانسميتر، بحيث ان هو يبقى قايس دايما فرق الضغط من الدخول والخروج، ولما بيوصل لست بوينت معينه يبتدي يدخل الفلتر مود الباكوش. فهنا لو في حاجة زي كده سهل جدا حد ممكن يعمل يعني قرايات للفلتر بالشكل ده، ان هو والله لو انا عندي حمل معين زودت الفلو قللت الفلو بحيث ان انا اغير فلتريشن ريت، وابتدي اشوف الديوريشن بتاع الباكوش هيتأثر معايا ازاي. طبيعي جدا ان انا كل ما يبقى الفلو اقل مع بحيث ان انا ابقى عندي فلوكس قليل، الفلتر فترات الباكوش هتبقى على فترات اطول والعكس صحيح. هو ده اللي احنا عايزين، تاني نقطة عايزين نوصلها من الفيديو ده. فهنا لو النقط الحمراء دي اعتبرنا ان ده الحمل اللي داخل مع فلو قيمته كيو على اريا لفلتر قيمتها A1، بالتالي الفلوكس هيكون كيو على A1. فهنا الكيو بالحمل ده هيسد المناطق دي، بالتالي لما يدخل بعد كده التصرف اللي بعده اللي هو التصرف مستمر هيبتدي يسد المناطق الاخرى. وليكن مثلا لو الكيو ده في الساعة مثلا، فدي اول ساعة اتسد الجزء ده، تاني ساعة هيتسد الجزء اللي بعده، هو تالت ساعة وهكذا. فبعد اربع خمس ساعات مثلا هتلاقي ان طبقات الميديا اتسدت، وبالتالي ارتفع فرق الضغط ما بين الدخول والخروج، وبالتالي الفلتر بيبقى لابد ان هو يخرج للغسيل عشان انظف الانسدادات دي. هنا لو انا عندي نفس الكيو وعندي الاريا هنا اريا 2 والفلوكس هنا الكيو، يعني نفس الكيو اللي فاتت،
بنفس الحمل، فنلاقي طبعا الانفلوكس في الحالة الأولى أكبر من الفلوكس في الحالة التانية، دي نتيجة إن الأبي هنا أكبر وبالتالي الفلوكس هنا أقل، وبالتالي ما يدخل نفس الكيو هنا على الأبي دي هبتدي برضه في أول ساعة هيحصل الانسداد ده، تاني ساعة، تالت ساعة، رابع ساعة، هناخد وقت أطول في إن الانسداد يبتدي يحصل، فهو ده المعنى. ففكرة الفلوكس نفسه لو جينا بصينا لها من ناحية إنها مش سرعة، خلينا نبص لها من ناحية إنها بتترجم لأريا مساحة، كل ما بزودها هتتسد في وقت قد إيه. يعني أنا لو قسمت عندي زي ما الشكل ده واضح بالظبط كده، ده انسداد حصل في أول ساعة، بعد كده لسه في مسامات المية تعدي منها، هتفضل تتسد على مدار الساعة لحد ما يرتفع البشر رفع الضغط لقيمة خلاص ما تبقاش مقبولة، وبالتالي لازم الميديا دي تتغسل. ودي تالت نقطة نطلع منها من الفيديو ده. فهنا ده المعنى بالنسبة اللي كنت عايز الهدف الأساسي من الفيديو، نحبين معنى البو سايز. البو سايز بمعناه كفيزيكال بارير، ان انا بحجز الحاجة طبقا للبو سايز ده، وزي ما وضحنا مثلا في الانولوجي اللي اتكلمنا عنه مثلا عن السكرين، السكرين في الاخر هي برضه فلتر بمعنى ان هي بتعمل اول هدف من اهداف الفلتر اللي هو الستريننج او الحجز، يعني بحجز ببار سبيسنج معين عشان احمي المنظومه اللي بعد كده، والفلتر انا برضه بحجز لحجم معين عشان انا عايز كواليتي الميه بالشكل ده. والالترا فلتريشن نفس الكلام، مايكرو فلتريشن نفس الكلام، النانو لو هو ده المعنى اللي انا كنت عايز اطلع منه من الفيديو ده، واتمنى ان هو يكون وصل لكم، واتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، وشكرا جزيلا على متابعتكم.